يا سيدي قال لك اعترافات مهرب مغربي شدوا النظام الجزائري شدته الرئاسه الجزائريه ودوزوا هذا الشيء فين هذا الشيء اللي شدوا دابا داز في التلفازه الرسميه الجزائريه نهار الاربعاء قال لك اعترافات مهرب مغربي مزيان دونك شديتوه ديجا اولا تفاهموا مع بينكم نتوما وياه الا كان مغربي بيناتكم اللي دار شي حاجه يتعاقب عليها ولكن غنرجع معكم داك الشيء اللي قال لانه هما الهدف ديالهم حنا عارفينو شنو هو وانه يقول لك بانه المخزن المروك البوليس المغربي خصهم يوصلوا هاد ليماج هادي مزيان دونك السيد اولا حاجه شنو قال حتى هادو اللي دوزوا هاد التقرير وهاد الوزير اللي فاليد الوزير الاتصال اللي فاليد هذاك الشيء فوق من الوزير الاتصال الجزائري حتى داير هاد القناه العموميه اللي فاليدا امي انا نعطيكم بالدليل حيت كان غادي يبحث غير شي شويه يقلب في جوجل وغيعرف الفرق ما بين الشرطه في المغرب وما بين الدرك الملكي وغيعرف فين هادو كيدخلوا وفين هادو كيدخلوا واش قال لك في الجبل في كتامه انا اول مره كمغربي كنعرف بانه في الجبل كاين البوليس اول مره كنعرف ان البوليس في المجال الحضاري هادشي دابا دوزو في الاعلام الجزائري باش تعرف بانه داكشي ما كان مخرج عيان النظام الجزائري عيان غير باش نقول لكم الاخوان في الجزائر البوليس ما كيكونش عندنا حنايا في المجال القروي خصكم تفهموا هذا الشيء لان داك الشيء اللي دوز لكم في التلفازه راه مع الغلب الله ما عندي ما ندير عندنا الدرك الملكي دونك الحموشي اللي بغاو يجبدوه الحموشي ما كيحكمش في البولي في الدرك الملكي باش ديروها ماشي رئيس ديال الدرك الملكي قلبوا عاودوا الاخراج ديال داك الشيء اللي كتبتوا راه ما هواش ما شادش ومن بعد كاع يلا ونجيوها من الاخر ومن بعد اسيدي كاع يلا حنا قلنا من بعد يلا انت راه عندك البترول عندك الغاز واش درتي به اليوم بقى عندك الطريق محفره ومن بعد كاع انت عندك البترول والغاز وبقى عندك لاشين على الحليب بقى عندك لاشين على الدقيق بقى عندك لاشين على الغاز غاز القراعي بقى عندك لاشين على المواد الاساسيه ومن بعد كاع باقي الترين عندك ما وصلش لثمن راست نهار عندي التي جي في غيوصل لاكادير ال جي بي البراق ومن بعد كاع انا غنضم كاس العالم في 2030 انت خصك 90 تضرب الدور على القارات كامله يعني غادي تضرب شحال من سنه كل 4 سنين كيتنظم كاس العالم باش تقدر تحلم انك واحد النهار تجي عندك كنهضر على النظام الجزائري ومن بعد كاع انتوما شديتوه تهلاو فيه راه كاين السجون اللي شد شي حاجه كيدير شي حاجه لا ولكن هما شدوه قال لك 34 ولا 35 هذاك مغربي الا كان بين قوسين مغربي هذاك المغربي هو اللي شدو عنده كابوس كما كنقولوا حنا بالدارجه فردي كويبيس باللغه ديال النظام الجزائري شدو عنده كابوس واعترف لهم قال لهم بانه داكشي جاي من الفوق مخرج ماشي تهاوي قلبوا في هذه المعلومه اللي قلت لكم البوليس راه ما كيحكمش في الجبل البوليس ما كيطيرش في السماء دابا هاد المخرج ديال الاعلام الجزائري عيان عاودوا رجعوا الفيلم وديروا سيناريو زوين واعطيونا في المستقبل ان شاء الله شي فيلم يكون في المستوى ويدوز في الاعلام الجزائري في القناه الرسميه العموميه ولكن يكون داكشي مطروز مزيان تحياتي ومن بعد كاع